فيلمنا بيبدأ في لاس فيجاس في حفلة تكريم كبيرة لواحد اسمه توني ستارك، وبنعرف ساعتها انه ابن مبتكر اسلحة اسطوري اسمه هاورد ستارك، وبنعرف ان توني ذكي جدا لدرجة انه هو عنده 4 سنين عمل اول لوحة دواير كهربية، ولما كان عنده 6 سنين عمل اول محرك ليه. وبعد ما توني بيكبر باباه بيموت فبيورث عنه كل حاجة، ولما بيبقى عنده 21 سنة بيبقى المدير التنفيذي لشركات ستارك الصناعية، وبيشارك في الشركات صاحب باباه اوباديا ستين، وبيكون توني بيبتكر اسلحة متطورة جدا، وكل الأسلحة اللي بيكون بيعملها بتخدم أمريكا. وبيكون ساعتها في حفلة بيتكرم فيها توني ستارك، وبيقدم العقيد بودي الجايزة لتوني، بس توني ما بيكونش موجود وبيستلمها عنه أوباديا. وبنعرف إن توني ساعتها كان بيلعب قمار، وإن شخص بيسكر وكل يوم بيبقى مع واحدة، ودي بيبر بوتس، وبتكون المساعدة الشخصية لتوني وبتعمل له كل حاجة بيكلفها بيها، وبتروح له عشان تقول له على جدول أعماله، وبيكون ساعتها متأخر على طيارته واللي بيروح بيها قاعدة عسكرية في أفغانستان. وبيوصل توني للمكان وبيقدم لهم السلاح الجديد اللي عامله، بيكون عبارة عن صاروخ اسمه جيريكو، والصاروخ ده لما بيتضرب بينفصل لكذا صاروخ. وبعد ما بيخلص الاستعراض وبيعرفهم على الصاروخ، بيركب توني العربية مع الجنود، واثناء ما هم ماشيين بيحصل انفجار وبيهاجموهم ناس مسلحين، وبيحاول توني انه يهرب بس بيتحدف عليه صاروخ، وبيكون مكتوب على الصاروخ اسم المصنع بتاعه، وبينفجر الصاروخ جنبه، وساعتها توني ستارك بيفقد الوعي. وبعد كده بيفوق توني ستارك، وبيكون في واحد بيعمل له عملية، ولما بيصحى ما بيكونش عارف ايه اللي حصل وهو فين، فبيعرفه الدكتور اللي معاه واللي بيبقى اسمه انه انقذ حياته وطلع شظايا كتير من جسمه، ولكنه ما قدرش يطلع شظيه كانت هتخترق قلبه، وعشان كده حط له مغناطيس في قلبه متوصل ببطاريه عربيه عشان يمنع الشظيه انها تخترق قلبه ويموت. وبيكون الدكتور يانسن يعرف توني وقابله في مؤتمر قبل كده، بس توني ما بيكونش فاكره، وبيدخل عليهم المسلحين اللي خاطفينهم، وبيكون الزعيم بتاعهم بيتكلم عربي، فبيترجم دكتور يانسن لتوني اللي بيتقال. وبنعرف انهم عاوزين توني يعمل لهم الصاروخ جيريكو، وانهم هيجيبوا له كل الخامات والادوات اللي محتاجها عشان يصنع لهم الصاروخ، وبعد كده هيقدروا يسيبوا توني يمشي، لكن توني ما بيرضاش فبيقعدوا يعذبوه، وبيوروا له انهم عندهم مخزن اسلحه كبير وكل الاسلحه من شركه ستار، وانهم مش ناقصهم غير صاروخ جيريكو. وفي النهايه توني بيوافق وبيقول لهم على الخامات اللي هو عايزها، وبيبدا يشتغل في الصاروخ، وبيكونوا مراقبينه عن طريق كاميرات حاطينها في الاوضه. بس في الاول توني بيقرر انه يعمل مفاعل بيبعد الشظايا عن قلبه وينتج له طاقه كبيره بدل البطاريه اللي متوصله بقلبه، وبنعرف ان مش هدف توني انه يصنع الصاروخ، وانه بيشتغل على بدله حديد هتساعده في انه يهرب من المكان ويحاربهم. وفي يوم بيشكوا فيه لما بيشوفوهم في الكاميرات بيشتغلوا على حاجه تانية غير الصاروخ، فبيدخلوا له بيهددوا يانسن وبيقولوا لهم انهم لازم بكره يكونوا مخلصين صناعه الصاروخ، فبيوافق توني، وتاني يوم بيكون خلص البدله اللي بيعملها وبيساعدوا يانسن في لبسها، ولكنهم لما مش بيشوفوهم في الكاميرات بيقلقوا، فبيروحوا لهم، وبيكون توني حاطط قنابل ورا الباب وبتنفجر فيهم لما بيحاولوا يفتحوا الباب عليهم، وساعتها بيهجم عليهم باقي المسلحين، فبيروح يانسن يعطلهم لحد ما يكمل تحميل البدله، وبيظهر لهم توني وهو لابس البدله وبيبتدوا يضربوا عليه نار، ولكن النار مش بتاثر فيه، وبيقدر توني ساعتها انه يموتهم ويقضي عليهم كلهم. لكن وهو طالع بنشوف يانسن وهو مضروب وواقع في الارض، وساعتها بيودعوا يانسن وبيموت، وبيخرج لهم توني وبيهاجمهم وبيحرقهم كلهم وبيحرق مخزن الاسلحه بتاعهم، ولكن بيقدر واحد منهم انه يضرب عليه نار من بعيد ويدمر جزء مهم من البدله، بس بيقدر توني انه يطير بمساعده البدله وبيعدي الجبال، ولما بيقع البدله بتتدمر. وبعديها بيوصل له العقيد اودي بطياره هليكوبتر، وبيقول له انهم كانوا بيدوروا عليه عشان ينقذوه، ولما بيرجع بيقول لبيبر مساعدته تعمل مؤتمر صحفي ضروري، وبيحضر المؤتمر وبيقول لهم انه ندمان لانه شاف ان اسلحته مش بتحميهم، ولكن كمان بيستخدمها ناس سفاحين وبيقتلوا بيها ناس ابرياء، وانه عشان كده قرر يقفل قسم صناعه الاسلحه في شركات ستارك. وساعتها كلهم بيتفاجئوا، ولكن بيتدخل شريكه اوباديا وبينقذ الموقف، وبيحذروا بعد كده ان اللي عمله هيدمر اسهم الشركه، وان الشركه اصلا قايمه على صناعه الاسلحه، ولكن توني بيعرفوا انهم هيبتدوا يشتغلوا على صناعه المفاعل، وانه هينفعهم في حل مشكلة الطاقة، وانهم كانوا عملوا له دعاية قبل كده، ولكن اوباديا بيقول له ان كل ده كان دعاية بس، وانه مشروع ملوش مستقبل، ولحد دلوقتي مش اثبتوا نجاحه، ولكن توني بيوري له انه عمل المفاعل وانه نجح فعلا. وبعديها بيعمل توني ستارك جهاز افضل من اللي عمله، وبتساعده ساعتها بيبر في تركيبه في قلبه، وساعتها بيديها المفاعل القديم وبيقول لها انها ممكن تحتفظ بيه، وبيروح بعديها للعقيد وودي وبيقول له انه شغال على مشروع كبير سري، ولكن وودي بيقول له انه اتجنن عشان ساب صناعة الاسلحة، وبيقول له يرجع لعقله. وبيكون ساعتها المشروع اللي بيشتغل عليه توني انه يطور البدله بتاعته، وبيبتدي يعمل فيها تعديلات كتير، وبيكون الناس اللي خطفوه في نفس الوقت قدروا يوصلوا للنسخه المبدئيه للبدله. وبيكمل توني في صناعه البدله، وبيكون بيشتغل على ميزه الطيران، ولكنه في الاول بيحاول كتير وبيفشل. وفي يوم بيجي له اوباديا وبيقول له ان مجلس الاداره رافعين عليه قضيه لان اسهم الشركه في البورصه نزلت 40%، وعايزينه يسيب منصبه في الشركه، وانهم مش مقتنعين بالاتجاه الجديد اللي عايز يمشي فيه توني. وبيكون اوباديا عايز ياخد من توني المفاعل اللي عمله عشان يوريه لمجلس
مجلس الإدارة عشان يهديهم، ولكن توني ما بيرضاش وبيكمل في تطوير نظام الطيران في البدلة. وساعتها توني بيكون قدر يعمل نسخة مطورة من البدلة، والأول مرة بيطلع بره ويجرب البدلة، وساعتها بينجح، ولكن بسبب إنه بيرتفع مسافة عالية قوي عن الأرض البدلة بتتجمد وبتقف، وبيبتدي توني يقع من السماء، ولكن قبل ما بيقع على الأرض بيقدر يشغلها تاني وبيطير بيها وبيرجع لبيته. ولما بيرجع بيلاقي هدية من بيبر بتكون حطاله فيها المفاعل القديم في صندوق إزاز. وعلى الناحية التانية بنشوف إن العصابة اللي كانت خفاة بتحاول تجمع النسخة القديمة من البدلة وبيقدروا فعلا يصلحوها. وفي نفس الوقت بيكون توني بيطور أكتر في البدلة، وبيسمع في الأخبار إنهم بيقولوا عليه إنه مش في وعيه، وإنه حصل له صدمة من اللي حصل، وإن أكيد مش هيقدر يحضر الحفلة الخيرية بتاعة النهاردة. فبيقرر توني يروحها عشان يثبت لهم إنه في وعيه وإنه ما حصلوش أي حاجة. وأثناء ما هو في الحفلة بيقابله عميل من المخابرات، وبيكون عايز يعرف كل حاجة عن اللي حصل له، فبيحدد له ميعاد يروح له فيه البيت، وبيروح يرقص مع بيبر، وبيكون باين عليه إنه معجب بيها، وبيطلعوا يتكلموا بره. وأثناء ما بيدخل يجيب لها مشروب بتقابله الصحفية كريستين، وبتوري له صور اتصورت امبارح للأسلحة بتاعته وهي مستخدمة في هجوم إرهابي على مدينة جوليمير. فبيستغرب من اللي بيشوفه، وخصوصا إنه موافقش على أي شحنة للأسلحة. فبيروح توني يسأل أوباديا على اللي حصل، وبيقول له إنهم المفروض يحموا الناس مش يدمروهم. فبيقول له أوباديا إنه كان مضطر يعمل كده عشان يحميه ويسقط الدعوة اللي كانت متوجهة ضده. وبيرجع توني وبيكون بيتضايق من اللي بيحصل في مدينة جوليميرا، فبيروح يلبس بدلته بعد ما طورها وعدلها وغير لونها، وبعديها بيطير ببدلته لمدينة جوليميرا، واللي ساعتها بتكون متبهدلة من الإرهابيين. وفعلا بيوصل توني للمدينة وبيقتل كل الإرهابيين اللي فيها وبينقذ المدينة. وأثناء ما هو في المدينة بتضرب عليه دبابة وبتوقعه، بس بيقدر يفجرها، وبيفجر ساعتها كل الصواريخ والأسلحة اللي في المكان وبيكمل طيران. ولكن القاعدة العسكرية بيلاحظوا حاجة بتطير بسرعة وما بيكونوش عارفين هي ايه، وبيعرفوا ساعتها انها مش تبع القوات الجوية ولا القوات البحرية، وبيكونوا فاكرين انها طيارة من غير طيار. وساعتها بيتصل وودي بتوني وبيسأله اذا كان بيشتغل على تقنية جديدة وانه يعرف اي حاجة عن الطيارة اللي بتطير دي، ولكن توني بينفي انه يعرف اي حاجة عنها. فبيضطروا يهاجموا توني بطيارتين وبيضربوا عليه، وبيحاول توني انه يهرب منهم لكنه ما بيعرفش. فبيتصل تاني بودي وبيقول له ان هو اللي بيطير بالطيارة، وبيطلب منه انه يوقف الضرب. واثناء ما توني بيحاول يهرب منهم بيخبط بالغلط في جناح طيارة من اللي بيهاجموه، فبيقع الطيار اللي فيها وما بيكونش عارف يفتح الباراشوت، لكن بيقدر توني انه يساعده وينقذه. وبيفرحوا ساعتها ان الطيار بخير، وبيشكر رودي توني على اللي عمله. وبعديها بنتفاجئ ان اوباديا راح للعصابة الارهابية اللي خطفت توني، وبنعرف انه كان متفق معاهم عشان يقتلوا توني وكان دافع لهم فلوس. وساعتها بيوري له الزعيم النسخة الاولى من البدلة، وبيقول لهم انه هيديلهم التصميم، بس بشرط ان اول ما اوباديا ينفذ التصميم يديله بدلة من اللي هيعملها. ولكن اوباديا بيروح يشغل جهاز جنب ودنه بيطلع ذبذبات بتأثر على المخ وبتشل حركته لمدة ربع ساعة. وساعتها بيطلع وبيقول لرجالته يجيبوا البدلة ويقتلوا الباقي من العصابة، وبيكلم اوباديا كل المهندسين عشان يصمموا له بدلة زي بدلة توني. وبعديها بيكون توني مكلف بيبر انها تروح للكمبيوتر المركزي بتاع اوباديا عشان تجيب له بيانات من هناك، وبيعرفها انها هيلغي كل الصفقات اللي عملها اوباديا لبيع الاسلحة. وبتروح فعلا بيبر وبتبتدي تفتح كل الملفات اللي على الكمبيوتر، لكنها بتتفاجئ بفيديو الارهابيين كانوا باعتينه لاوباديا وبيقولوا له فيه انهم عايزين مبلغ اكتر عشان يقتلوا توني. فساعتها بتنسخ الفيديو على الفلاشة بسرعة، ولكنها بتتفاجئ باوباديا بيدخل عليها مكتبه، فبتتصرف وبتعرف تخبي الفلاشة، وبعد ما بتخلص كلام معاه بتاخد الفلاشة وبتمشي بسرعة. ولما بيروح اوباديا يشوف الكمبيوتر بيعرف انها حملت بيانات من عنده، وبتمشي بيبر بسرعة وبتكون خايفة منه. وبيروح اوباديا بعديها للمهندسين وبيعرفوه انهم عملوا البدلة كلها، بس مش قادرين يوصلوا لفكرة الطاقة اللي بتشغل البدلة، فبيتعصب عليهم اوباديا وبيروح لتوني، وبتكون بيبر لسه بتتصل بتوني عشان تحذره، لكنها ما بتلحقش. فبسرعة اوباديا بيشغل جنبه الجهاز اللي بيشل الحركة، وبيقول له ان هو اللي امر بقتله، وانه فرحان انه ما ماتش، عشان لو كان مات ما كانش عارف بحكاية البدلة. وبياخد المفاعل بتاعه اللي متوصل بقلبه وبيقول له ان هيقتل بيبر كمان، وبيمشي ساعتها وبيسيبه. وبيروح عشان يحط المفاعل في البدلة وبيزود البدلة اللي عملها بالطاقة، وبيكون باين على بدلته انها اضخم من بدلة توني بكتير. وساعتها بتتصل بيبر بودي وبتحكي له على كل اللي اوباديا عمله، وبتقول له يروح يطمن على توني لانها بتتصل بيه وما بيردش. وبيحاول توني بصعوبة جدا انه يوصل للمفاعل القديم بتاعه اللي كانت حطته له بيبر في صندوق ازاز، وبينجح فعلا يوصل له وبيركبه قبل ما بيموت، وبيوصل له وودي وبيفوقه. وساعتها بتوصل بيبر مع العملاء بتوع المخابرات اللي بيحموها لمكان اوباديا عشان يقبضوا عليه، وبيلبس توني بسرعه بدلته وبيروح لمكان اوباديا. وساعتها بيكون اوباديا لبس البدله وبيبتدي يهاجمهم، وبيقدر يموت كل الموجودين، وبيطلع ورا بيبر عشان يموتها، بس بيجي توني وبيقدر ينقذها. وبيبدا توني واوباديا يهاجموا بعض، وبيكون
انه بادية اقوى من توني وبيكون خلاص هيموته، بس توني بتجيله فكرة وبيطير وبيقعد يرتفع اكتر، ولكن الطاقة لبدلة توني بتكون 7% ومش بيقدر يرتفع اكتر من كده. لكن توني بيصمم يطلع لفوق اكتر عشان بدلة اوباديا ما فيهاش حل للمشكلة بتاعت انخفاض درجة الحرارة اللي قابلته قبل كده، وبينجح توني فعلا وبدلة اوباديا بتتجمد وبتتعطل، فبيقع وبيقدر توني ينزل بمساعدة طاقة الطوارئ. ولما بينزل بيهاجمه اوباديا وبيكلم توني بيبر وبيقول لها تزود الضغط على المفاعل اللي في بدلة اوباديا، وفعلا بتعمل كده وبتدمر طاقة المفاعل وبيموت اوباديا على السطح. وبنشوف ان الصحف والمجلات ابتدت تسميه ايرون مان الرجل الحديدي، ولكن ما بيكونوش عارفين هو مين اللي جوه البدلة، وبيبقى في مؤتمر صحفي بيتعمل عشان يفهموا الناس ايه اللي حصل ومين هو ايرون مان. وبيتفق العميل مع توني انهم هيقولوا للناس ان ايرون مان ده روبوت مساعد شخصي ليه، وان توني كان مسافر وقتها، وان اوباديا شريكه مات في حادثه عربيه. ولكن لما بيطلع توني بيقول لهم ان هو ايرون مان، وبكده بينتهي فيلمنا. ولو عجبك الفيلم يا ريت ما تنساش اللايك والاشتراك بالقناه وتابعنا عشان توصل لكل جديد، وما تنساش تشوف فيلمنا الجديد كل يوم الساعه 10.